السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ هذه الحلقة الرابعة باستخدام التحكم بالهواء. طبعا أتمنى أنه يتم الاشتراك وتفعيل زر الجرس، لأن بصراحة التفاعل ضعيف جدا، يعني أتمنى أنه تقوم بنشر المعلومة لإفادة الآخرين. شفنا احنا قبل ان نبدأ بالحلقة الاولى، شفنا تطبيق معين اللي هو الماكينة اللي تستخدم النيوماتيك. بديت بهذا التطبيق بسبب انه اراويك انه تشوف فتشي واقع، يعني او تطبيق عملي لاستخدام النيوماتيك. طبعا هذه الماكينة ممكن يكون سعرها اكثر من 250,000 دولار. الفكرة هي ليس بقيمة المواد، الفكرة هي بالنو هاو، يعني المعرفة، طريقة. اوكي، فهسه راح نبدا احنا هنا بتطبيق عملي باستخدام السنسرات. شلون راح ادخل هاي السنسرات بالبرنامج مالتي؟ راح اخذ هنا دبل اكتنج سلندر، هذه دبل اكتنج سلندر، كبرها شوية. اوكي، هنا نشوف اذا نجي عندنا بعض المواصفات اللي موجودة هنا. انا راح ما ادخل بهاي المواصفات الاولى، راح اخذ البرامترز الثانية. الماكسيموم ستروك، شنو يعني الستروك؟ الستروك معناها انه هاي السلندر من تنفتح ايش قد راح تعطيك بعد، يعني هذا من هذه النقطة، خلينا نقول اوكي من هذه النقطة الى النقطة اللي راح تنفتحها السلندر. من هنا مثلا انفتحت 100 مليمتر، 10 سنتيم، او 1000 مليمتر، يعني 1 متر. اوكي، فهاي معناها الستروك. هسه انا هنا راح اخذ ستروك 1000. اوكي، بمعناها تنفتح بمقدار 1000. اوكي، هنا الاكتويتنج ليبلز، هنا احدد السنسرات مالاتي. اول شيء راح اعطيها ليبل معين، مثلا اقول C1، سي كابيتال C1 S1 سنسر 1. اوكي، هذا يبدي من الصفر خلينا نقول وينتهي المدى التحسس مالته، البروكسيميتي سويتش اللي موجود فوق السلندر مثل ما شفنا. نعم، السنسر هذا الان من الصفر الى مثلا خلينا نقول نحدد المدى مالته، خلينا نقول 20، او خليه اكثر شوي، خليه 40. اوكي، 40 مليمتر، بس كمثال هو. اوكي، نوب C1 S2، السنسر الثاني راح احطه بالنص، نص السلندر بالضبط، نصها اللي هو خلينا نقول من 490، خلينا نقول 480 الى حد 520 مثلا. اوكي، و C1S3 اللي هو من 960 لحد 1000. اوكي، فهذا الرينج مالاتهم، يعني هذا الرينج اللي يتحسس به السنسر 40 مليمتر. انا خليتها بهذا الشكل عشان نقدر نشوف الحساسات من تشتغل البروكسيميتي سويتش. اوكي، خلي هذا هنا. اوكي، هاي السنسرات مالاتي صار انا هنا على السلندر، شوف شلون هذا السنسرات، نقدر شوي ننزلها ونشوف. اوكي، فهسه هاي هي السنسرات مالتنا. ننزل فالف، هنا ننزل سولينويد فالف 3 واي. اوكي، هذا ال 3 واي راح انزله. اوكي، هذا يروح هنا وهذا يروح هنا. هسه قبل ما راح اربطها هنا بهذا الشكل مباشر، يعني لا تروح السلندر سريعه مثل ما شفنا، راح اربط ثريتل فالف، هذا ثريتل فالف وقلبه، يعني فالف يتحكم بكمية الهواء.
اوكي انزل هنا اثنين، هذا هنا اثنين، اوكي هاي وهذه. اوكي هسه دنا عندي الفالفات هنا، أنا هذا مصدر اريد اير سبلاي، هذا هنا أنا بالواحد، هذا ضغط الهواء واخليه 50 مثلا، 50 بي اس اي الضغط، وهذا ارشد له مفلر. اوكي وهذا مفلر انا مود للاكزوست، خلي اشغل هسه واشوف. اوكي هسه الان شوف هذا لانه ثلاثه بوزيشن بي، ثلاث وضعيات، الوضعيه الاولى مغلقه، الوضعيه هذه راح تغلق السلندر، الوضعيه هذه تفتح السلندر. شوف شلون هذه انغلقت وهذا راح للاكزوست مثل ما جاي نشوف. هاي الوضعيه الثالثه بهذا الشكل مثل ما قلنا، هاي المربعات تجيبها تخليها هنا وتشوف شنو راح يصير. هسه الان شفنا هذه السلندر شنو شلون الوضعيه مالتها. اوكي خلي الان اسوي الدائره الكهربائيه مالتي، طبعا هاي الدائره الكهربائيه ممكن ان تكون بالبي ال سي كذلك. اريد نخلي جيجات مثلا، جيجات نخلي جيج، نطفي هذا، اخلي جيج هنا واخلي جيج هنا واخلي جيج هنا، هذا اربطه لهنا وهذا اربطه لهنا وهذا اربطه لهنا، انا كل واحد يطلع لي البريشر مالته ايش قد. اوكي هسه الان احط الباور سبلاي اللي هو صفر. اوكي هذا مو باور سبلاي، وين الباور سبلاي مالتنا؟ اوكي هذا 24، هذا الصفر هنا. اوكي خلنا نخلي لايت، اخلي لايتات هسه، هذا اللايت الاول، اللايت الثاني، وهذا اللايت الثالث. اوكي هسه ابدي اربطهم، لازم اخليهم اربطهم للسويتش، اخلي سويتش، خلي اللايتات انزلها، هذا هنا نزلناهن. اوكي اشوف السويتشات، هذا سويتش الاول، اربطه هذا لهنا، خلنا نشيل هذول هسه وبعدين احس انسخ الدائره كامله. اوكي هذا السويتش، هذا اسميه اطيس اللايت مثلا اصفر، وهذا اربطه لمن؟ اربطه للسي 1 اس 1. اوكي يعني السنسر الاول. اوكي اسوي له كوبي، هذا كوبي، كنترول سي كنترول في بيست، كنترول في ثلاثة بيست، وهذا سي 2 وهذا سي 3. اوكي هذا يروح لهنا اربطه للصفر وهنا للصفر، خلنا نعطيهم الوان مختلفة، هذا اصفر، هذا اوكي هذا يصير مثلا ازرق، وهذا اللايت يعطيني احمر. اوكي وهذه الجهة اربطها للاربعة وعشرين، هذه الجهة همين للاربعة وعشرين، وهذه الجهة للاربعة وعشرين. خلي اشغل واشوف هسه شنو اللي صار عندي. صار عندي اللايت الاصفر، خلي اقدر اسميه هذا، اقول له كلوز. اوكي احط تكست هنا اسميه كلوز. اوكي هذا الان السلندر مغلقه، خلي افتحها
افتح السلندر، شوف هسه السلندر شنو صارت. مفتوحة، اوكي مفتوحة، اشتغل الاحمر. اغلق هالسلندر، شوف صار هذا. هسه ليش ما جاي يشوف هذا؟ لانه الحركة سريعة. خلي اتحكم بالثريتل فالف، هذا اخليه 5% مثلا، اوكي، وهذا اخليه 5%، على مود ابطئ السلندر، على مود نشوف هذا اللي بالنص السنسر شلون راح يتحرك. اوكي شوف هسه صارت بطيء. شوف شنو صار، اشتغل هسه هذا بالنص، لاحظت شلون؟ لين بطأت السرعة مالت السلندر، وشوف الضغط شلون يصعد الى ان يوصل الى 50. هسه جاي يشغل يدوي، كأنما اضغط المفتاح اليدوي الموجود على السويتش. اسوي الثاني، هسه السلندر بدأت تتحرك، تريد تنغلق. هذا شوف هذا انطفى، هسه اشتغل بالنص السنسر، نطاني سيجنال وراح يعطيني سيجنال الثالثة اللي هي مغلقة. هسه شفنا الحساسات وشلون ربطناها مع المفاتيح. كان في اكو سؤال انه كيف ممكن يا ترى احنا نحرك هاي السلندر؟ يعني الان السلندر الها وضعيتين، يا اما مفتوحة او مغلقة، يا اما تكون السنسر يعني اللي هو الاس 1 او الاس 3 شغال. هل ممكن اتحكم بالسلندر وافتحها جزئيا؟ مثلا اريدها توقف بالنص، اوكي اريدها توقف بالنص، شلون هاي العملية اسويها؟ كان اكو سؤال لاحد الشباب المتابعين. احفظ البروجكت هذا، اطفي واحفظ البروجكت مالتي سيف از، واسمي مثلا بروجكت 10، اوكي بروجكت 10 واسيفه. سويت انا قبل اسد هذا البروجكت، وافتح بروجكت على التطبيق اللي اريده اللي هو كان بروجكت اصور 3. خلينا نشوف ال 3، لا مو ال 3، سوي بروجكت 4 الصور، اي هذا البروجكت مالتي، هذا هو البروجكت. اوكي خلي اكبر او اصغرها شوي، هذا هو البروجكت مالتي. خلينا نشوف شنو اللي البروجكت مالتي بي. هاي شوف نفس التصميم مالتي، هم ثلاث سنسرات وهاي نفس التصميم بالضبط. اوكي زين، وهنا انا سويت الدائره الكهربائيه. طبعا هاي الدائره الكهربائيه احنا مثل ما قلنا نقدر نسويها بالبي ال سي بعد، يعني مجرد اخراجات مباشره وادخالات. خلي اشغل واشوف. هسه التشغيل الاول هذا السنسر، خلي اغير الالوان، اصفر وهذا اخليه ازرق وهذا اخليه احمر. اوكي سيفه واشغل. هسه اريد افتح السلندر، شوف السلندر راح تنفتح، شوف البنص اشتغل. اوكي جاي تتحرك، من توصل لهنا راح يشتغل عندي هذا الان، شوف الان مفتوح السلندر. زين اريد افتح بالمنتصف، او يعني اوصل السلندر افتحها نصف ستروك، فاضغط هذا، العفو هذا الثاني، هذا ولا هذا، هذا اسد اسده. اوكي هسه بديت اسدها، خلينا نشوف وين راح توقف السلندر. هنا انا هذا توقف المفروض بالمنتصف، من يوصل السنسر بالمنتصف راح يوقف لي السلندر. هسه وصل تقريبا للرين، شوف توقف السلندر.
وين توقف؟ بالمنتصف بالضبط. اوكي اسدها، اخلي اشغلها، هذه راح تكمل السد مالتها، تبدي تكمل السد مالتها للاخير. انا مسويها بطيئة على مود تكون اكو تحسس هنا ويطيني يعني نشوفها بشكل واضح. خلي الان وصلت للاخير، الان خلي احركها بالاتجاه الاخر، الان راح توقف بالمنتصف كذلك. شوف شلون، نحركها نسدها هاي مثلا هنا، الآن انفتحت السلندر على فرض أنا أريد هسه أريدها توقف بالمنتصف، هسه بدأت ترجع إلى المنتصف، من توصل للمنتصف راح تتوقف. هاي الدائرة نقدر نسويها بالبي ال سي. شوف الآن تفعل السنسر بروكسيمتي سويتش اللي بالمنتصف، وقف لي السلندر بالمنتصف بالضبط. أفتح هذا، اكمل فتحها من هنا، راح تكمل الفتح. السرعة تقدر تتحكم بها انت من الثروتل فالف اللي هنا. اوكي هسه خلي اسدها للمنتصف، يعني اخذ نصف الستروك مالتها. الستروك مثل ما قلنا اللي هي الفتحة مالتها، شقد فتحة الارم، يعني هذا اللي راح يندفع شقد الطول مالته. شوف الان توقفت السلندر وبقت مضغوطة من الجهتين. شوف شان وقفت في مكان. طبعا تقدر تخلي السنسر واحد واثنين وثلاثة حسب الاماكن وطول السلندر، وكذلك ممكن تستعمل اللي هو لينير بوتنشيوميتر اللي هي بالطول تكون تتحرك، يعني يعطيك موقع السلندر بالضبط وين، وعلى اساسها تتحكم في اي مكان تريدها انت. ليش؟ لان راح ما تكون عندك سنسرات هاي المره، راح يكون عندك بالطول اللي هو متحسس لينير سنسر او لينير بوتنشيوميتر، يتحرك وتتغير المقاومه حسب المسافه اللي راح تنفتحها السلندر.